باش نسولوا الجمهور على سنة 2015، شنو هي الحاجة الزوينة اللي دات في السنة وشنو هي الحاجة الخايبة وشنو كتمنوا في 2016؟ أجيو تشوفوا معايا. خويا مايسو سولك الله يعافيك خويا. أول حاجة اللي عجبني فيها الأمان في بلادنا. هاد العام كان مشات ماشي مشكل. أجي شي حاجة ما عجبتنيش هو المبوطياج. قلت العقل ديال الدراري. دولية تليفون. أنا خديت الإجازة ديالي الحمد لله. فلتيني بالسؤال دابا. لا سؤال عادي. شي حاجة عجباتك شخصية ولا في الحياة؟ لاني ديالي كاين في 2015. 2015 ما عجبني فيها حتى شي حاجة. خطبت. مبروك. مبروك الله يبارك. مبروك أسيدي الله يكمل بالك. 2015 كثروا. كثرة شوية ديال الزيادة، كثرة شوية ديال المخالفات. ما عجبتنيش إخفاقات المنتخب الوطني. ما عجبنيش الحلول ديال رونالدو في مراكش. الحلول ديال رونالدو في مراكش. علاش؟ دار شوية ديال البيتيز. أحسن ما يقال وما ولي هب المغاربة كاملين هو المسيرة الخضراء. Que je souhaite, c'est que ça évolue. On a le sentiment d'appartenance, on aime notre pays et dit ma Maghreb. Na, le Maghreb, t'enhabboukoum, t'enhabbou bladna, ou Allah yhdi l'a'da' dialna, yatiouna t'tisa lianna had lblad, hna ma tankhsrouhom hadda chi wahed. Bon, kantmenna al-khadma ana hadchi li hamni. Jouaj zama taris ahlam. Bien sûr, ila jab Allah, alach la. يديروا القناطر في كازا. une très bonne année pour 2016 pour tous et inchallah la santé, le bonheur et la paix dans le monde.